زي القمر وانت نايمة، بتبقي شبه الملايكة. يا حلاوتك وانت بتطبخ ومسيطر كده، يا حلاوتك يا ابيض يا ابيض يا عرسي. ايه القمر ده؟ وحشتيني. ده اعتبر ان دي وانا كمان. تصدق انت فايق ورايق. نبع عمر ناولني اللي من هناك. النبي وال هناك فين بالظبط؟ قومي افتحي الباب. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا جدو؟ ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا ليلى؟ ازيك يا ابيض؟ ازيك يا عرس يا كبير انت؟ ازيك يا عم اللماضه؟ ازيك يا سلمى؟ ايه اللي انتوا لابسينه ده؟ دي حته من العيال كبرت مش كده؟ جاموسه راحت تقابل جاموسه. جاموسه راحت تقابل جاموسه، عيني ملقتهاش جاموسه يا ليلي، لا تبقرا يا عيني. ولا لا 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 لا. ايه القرف ده؟ وايه الكلام السخيف اللي انت بتقوله لمراتك ده؟ جاموسه ايه وبقره ايه؟ وايه اللبس اللي انت ملبسه لهم ده؟ انا داخل انام جاتك القرف. شفت يا سلومه يا حبيبتي، مالك بقيتي كشريه ليه؟ بنضحك معاك يا بنت يا بنت يا بنت. وبعدين اللي انت لابسه على طول ده، نفسي اشوف شعرك يا حبيبتي. في ايه يعني؟ ده انا زي جوزك يعني. يا اخي انا مش فاهمه، انت ليه ما طلعتش زي ابوك رزين وعاقل كده؟ برنس برنس. بتضحك علينا بتضحك علينا. ايه لقيتها مريحه الصراحه. وبالمناسبه طلعت يا محلى جرعه شمس الشموسه، يلا بينا نملا ونحلب لبن الجاموسه. مش شخصية، مش لاعب. خدني معاك. أنا مخنوق من الست اللي بره دي، حاسس إن أنا متجوز خالتي نبوية. عمر! حبيبة قلبي جايلك. أعمل إيه بس؟ أعرف عليها واحدة؟ ما هي دي سكة اللي زيك، اللي ما عندهمش شخصية وبيستسهلوا، فيهربوا من مشاكلهم مع واحدة ست تانية تلبس معاهم في حيطة أكبر. الستات برضو يا عمر بيحبوا حاجات ممكن تكون بالنسبة لك أنت صغيرة، لكن بالنسبة لهم تبقى مصيبة لو ما عملتهاش. يعني مثلا لو نسيت عيد جوازكم هتشوف يوم اسود من قرن الخروب. الستات يا حبيبي بيحسبوها بالورقه والقلم، بالساعه والثانيه. الست عمر لما بتقفل من جوزها بتبقى ضعيفه قوي قدام اي كلمه حلوه تتقلها من اي حد، حتى لو كان بواب عمرتك. عم حامد بعمل ايه بس؟ احتويها. افتكر مواعيد المناسبات اللي بينك وبينها، وفي المناسبات دي دلعها، خرجها، جيب لها ورد، شموع، هدايا. يا اخي خدني قدوه، مثل اعلى تحتذي بيه. اتعلم الرومانسيه من ابوك يا اخي. الو ايوه نهله، عايزه ايه؟ بقالك ساعه نازله تن 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 تن. ايه مش عايز اتكلم مع الواد كلمتين؟ نعم عايزه ايه؟ فالنتاين؟ فالنتاين ده ايه يا روح النونه؟ انا مش بتاع فالنتاين. لا 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 لا, لا. انا ما بحبش الحاجات دي. دباديب؟ لا يا حبيبتي انا مش بتاع دباديب، ولو مديت ايدك على التليفون هقطعها لك. سلام. فهمت عمر؟ وصل وصل. سوري بجد يا عمر اني اتاخرت النهارده، وبعدين كان في شويه حاجات كده في الشغل عايز اسالك فيها، بس خايفه اني اكون هعطلك. الحقيقه هتعطليني. اتفضلي اطلعي بره. نعم. تصدقتي ولا ايه؟ على فكره انا صايع جدا، ما وريش اي حاجه. طيب ممكن ارد على التليفون؟ اتفضلي. لحظة واحدة بس. الو؟ ايوه يا بنت. عملتي ايه؟ ما عملتش حاجة. لازم تعملي زي ما انا قلتلك،
جمعي كل اصحابه واعملي له حفله عيد ميلاده. بس عيد ميلاده مش النهارده يا بنتي. ما انا عارفه انه مش النهارده. انت خليه النهارده. طيب طيب طب اعمل كده. وبعدين ما جيتيش امبارح ليه يا نادله؟ اصل عندي ظروف. طب بصي هبقى اكلمك انا بعدين. ها كلميني ضروري. اوكي اوكي باي. طب يا كارما عندك السكرتارية لو احتاجت اي حاجه اساليهم. انا مضطر امشي بقى بعدين مش هقدر اشوف القمر ده كل يوم كده بالمنظر ده. طب ماشي ليه بقى؟ معلش عندي ظروف. السلام عليكم. في ايه يا عبر بالك؟ الست عمر لما بتقفل من جوزها بتبقى ضعيفة قوي قدام أي كلمة حلوة تتقلها من أي حد، حتى لو كان بواب عمرتك. حتى أنت عم حامد اللي جابك هنا؟ عم حامد بتبغي الأنبوبة يا بيه؟ أنبوبة؟ إيه؟ طب اتكل. شك شك مرزوقة تعالي جنب، شك شك مرزوقة تعالي جنب، تعالي جنبي تعالي جنبي تعالي جنبي تعالي جنبي تعالي جنبي تعالي جنبي. حسني قوي يا حبيبي. ده احنا باين ليلتنا عنب ان شاء الله، بس ما تقطعيش. عايزك تسلمي لي نفسك على الاخر. استسلمي هتلاقي معاكي في الاوضه دي مروحه مروحه مروحه. الاوضه هيبقى عليها وطيها ويمنها هيبقى شمالها. مروحة عارفة يعني ايه مروحة؟ فريرة. صعبان عليا قوي من اللي هتشوفيه. اطفي النور بقى. بالراحة يا رشدي. يا رشدي بالراحة على نفسك. فضلت اقولها مروحة مروحة لحد ما بقيت مطوحة. فضلت اقولها مروحة مروحة لحد ما بقيت مطوحة. معلش يا بابا، ما انا عمال تقول لي انا الاسد وانا المهلك وطلعي ورقه وقلم وهرينا حسابات بقالك 7 سنين. ايه يا عم اتعجزت ولا ايه؟ قوم بقى قوم يا عم الاسد بقى. في ايه؟ ربنا ما يحرمنيش منك ابدا 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 يا حبيبي. بقول لك ايه، عايزك تنسى بقى موضوع المروحه ده وعايزك ترجع زي زمان. تكييف. رشدي لاخر مره بسالك، انت واخد فياجرا ولا حاجة زيها؟ ها؟ في الحقيقة أبداً يا دكتور، وأنا بتاع الكلام ده برضو. اتفضل، حتى في الموضوع ده بالذات مسميني المهلك. لأن المحلول اللي في دراعك ده مع الفياجرا يموتك. يموتك. بقى المكان المهجور ده بقى اللي هنعيش فيه؟ عاجبكم المكان ده؟ ايه اللي عاجبك في العماره دي بقى؟ ما فيهاش ستات يا خفيف. يا خفيف يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا يا ميت مرحب. يا اهلا وسهلا. ازيك يا عم فادي؟ عم ايه؟ فادي بجد؟ خدامك فادي، وده ابني شيرين. شيرين؟ ودي الحاجه انجلا. ويلكم يا بيه. كمان انت منين بقى عم فادي؟ المارينا ولا ايه؟ ايه ده؟ بلاي ستيشن. بستشي؟ ده ملعبي بقى يا معلم. لا ده انا قطعك فيه. لا عم فادي مش سهل. خليك معايا انا يا عم فادي. كله تمام زي ما اتفقنا؟ زي ما اتفقنا يا ست هانم. العماره كلتها فاضيه، ما فيهاش غير شقه المذيعه داليا بدر وجوزها وشقه الست جيجي. ايوه بقى توش عليا بالحلم. ودي مهاجره وسجه الاستاذ منشي، وده بقى راجل محترم قوي. فادي فادي. الست جيجي جت بالسلامه. والنبي يا مدام سلمى وشك حلو قوي. من ناحيه قلبي ونار قلبي. بتحاجج موت بتحاجج موت. الف حمد لله على السلامه يا ست جيجي. دي مدام سلمى والاستاذ عمر جوزها، جيراننا الجداد. اخيرا العماره بقى فيها جيران. والجيران لبعضيها.
احسن من الوحده اللي انا حاسه بيها. لا وحده ازاي بقى؟ امال انا بعمل ايه بقى؟ اي حاجه تحتاجيها، اي حاجه تحتاجيها، يعني اي امور ماديه معنويه زوجيه، يعني تقدري تعتبريني جوز حضرتك الجديد. سافله عمر تضحك. لعلمك بقى انا جيج دي مش قلقانه منها خالص، مش ذوقك ولا ستايلك اساسا، بس انا قلبي حاسس ان العماره دي ريحه هادي كده وهتبقى رومانسيه وما فيهاش مشاكل زي التانيه. انا عارفه، انا بقول لك ايه. انت طالق يا هانم. صلاح اسمعني بس يا صلاح. طالق يا مذيعه يا مشهوره، خلي الفن بقى والمعجبين ينفعوكي. معلش اهدي يا مدام. اهدي انت، اهدي بس. في ايه اللي حصل؟ في ايه؟ والله احنا اتفقنا على كده قبل الجواز، لما قدرني ولا ما قدرش شغلي. لا صراحه عمره ما يقدر ظروف حد ابدا. ضواطي عيطي يا اختي، عيطي، خرجي كل اللي جواكي يا اختي. العياط حلو برضو، العياط حلو يا مدام داليا. عيطي عيطي، اهدي بقى. اهدي انت، معلش فرصه سعيده. انا اسفه دي عملت جوكي، بس بصراحه صلاح ده ابن كلب قوي يعني. عيطي يا اختي. اهدى يا رشدي، اهدى وخليك ريلاكس وارتخي. بلاش الكلمه دي، بتوترني، فاهم؟ بتوترني. علاجك عندي، بس انا عاوزك تشد حيلك. انا عارف شد حيلي، كنت جيت لك عندي برضو. انا عاوزك تركز على الجوانب الايجابيه الملهمه. بص على الاشجار العاليه، عواميد النور المغروزه في الارض، تامل بريمه البترول وهي بتضرب في الارض وبتطلع جاز. أنا اللي جبت جهاز يا حمدي. هي دي المشاعر السلبية اللي قطمة وسطك. حفز نفسك، ارفع معنوياتك. عايزك تتخيل قط النوم دي غابة وانت طرزان. يعني ايه؟ أتطوح على النجف بتاع البيت؟ وتنزل على شيتة تقطعها بسنانك. قول الكلام انت قلته ده تاني. تنزل على شيتة تقطعها بسنانك. تصدق الكلام بتاعك جاب نتيجه؟ واهم شيء في العلاج التدريبات. تدريبات؟ تدريبات ايه دي بقى؟ تطلع السلم وتنزل كل يوم 4 مرات. عم روح، ده انا بنهج وانا طالع بالاسانسير. ما هو لو طلعت السلم كل يوم 4 مرات من غير ما تنهج، هتحس ان قلبك قوي واعصابك شدت وركبك بقت حديد، وتبلبح حبايه من الدواء ده قبل المعركه. الحبايه دي هفولها اكيد، يعني انك بلعت رصاصه. رصاصه؟ الله يرحمك يا نهله. مساء الخير يا مدام. الف الف مبروك على الشقه الجديده، ويا رب تكون، يا رب تكون ادم السعده عليكم. ميرسي. انا منشي جاركم في الدور الرابع ومخرج اعلانات، وكنت حابب، كنت حابب اتعرف